بمناسبة اليوم الوطني العراقي، اكو هواية من الشخصيات اللي قدرت تخلي سيرتها محط انظار المجتمع، وهذا كله بسبب نوعية الانجازات اللي حققها الشخص لمصلحة بلده، او بسبب تعرضه لموقف غير مجرى كل حياته. ومن ابرز واشهر الشخصيات اللي تردد اسمه بصورة كبيرة بالفترات الاخيرة سواء بالاعلام او عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي بدنا نحكي عنها، شخصية عسكرية انولدت بالعراق، تولى عدد من المناصب خلال فترة عمله وصار اسمه معروف مو بس بالعراق حتى بالوطن العربي. فخلونا نرحب بضيفنا العقيد علاء العيداني، الشخصية اللي كل العراقيين ما يختلفون على ولاء أهل الوطن. يسعد صباحك. يسعد صباحك سيادة العميد. يسعد صباحكم. يلا ان شاء الله هاي بشارة خير ان شاء الله. ان شاء الله طبعا احنا فرحانين جدا بوجودك ويانا بمناسبة العيد الوطني العراقي، ونورتنا انت، واحنا حابين نسمع من عندك انه شنو حابب تقول بهذه المناسبة الوطنية. بداية نبارك لكم ونبارك لكل اخواننا العسكريين ولكل العراقيين الذين ساهموا في بناء هذه الحكومة والمؤسسات العريقة ابتداء من المملكة العراقية اللي كان دور لها كبير في بناء الحكومة العراقية في العام 21 بداية من الملك فيصل الله يرحمه ووصولا إلى حد هذه اللحظة الحكومات المتعاقبة، لكن أكيد كان دور كبير للمملكة العراقية بالذات الملك فيصل، وضع كثير من القوانين والأسس في بناء الحكومة وبناء العراق بشكل صحيح وجيد، لكن مع الأسف لم يكمل هذا البناء بسبب انقلاب 58، ونعتبره انقلاب كان غير جيد وغير صالح حق العراقيين. اليوم هو الوطني، طبعا كثير ما تعرف شنو هذه المناسبة، هي اليوم اللي صادف 13 أو 3 تشرين الأول، هو موافقة عصبة الأمم على انضمام العراق إلى عصبة الأمم بعد خروجه من الانتداب العراقي، بعد أن قدم نوري باشا سعيد شهر يوم 22 تموز الانضمام إلى عصبة الأمم المتحدة ووافق عليه يوم 13، وذلك أصبح هذا اليوم هو اليوم الوطني للعراق في زمن الملكية وامتدادا إلى هذه اللحظة بعد خروجه من الانتداب العراقي. نعم نعم نعم. سيادة العقيد، حابين نعرف من عندك شلون نبث روح الوطنية والولاء عند أبنائنا، وخاصة مع التطور اللي دا يصير بالتكنولوجيا وشوية شوية بدوا يقتنعون بالعولمة وإنه العالم دا يصير واحد، شلون إحنا شنو بدورنا لازم نسوي حتى نقوي يمهم الشعور الوطني؟ بداية الإنسان أول شيء يعني يثق بنفسه قبل أن يثق بالآخرين، يثق بالنفس تعطيك حافز كبير انه كيف تطور نفسك، كيف تكون فاعل في المجتمع ومع اسرتك ومع الاخرين. انا بدايه اصابتي طبعا لم اتعرض الى اي انهزاز حتى بعد ما عرفت انه فاقد البصر، حمدت الله وشكرته وبديت اخرج الى الشارع وبنيت رساله سميتها رساله نور، انه كيف اعكس هذا الظلام نور الى الاخرين. ومن هنا انطلقت رسالتي وبديت اعمل الاشياء اللي كنت مبصر ما اقدر اسويها، اللي هي كثير من المجازفات والانجازات اللي قدمتها بعد اصابتي، اشوف اللي حققته بعد الاصابه افضل وكان له اثر كبير على المجتمع وعلى الشباب قبل اصابتي. فلذلك دائما اقول انه ارادتي كانت اقوى من اصابتي، وصلتني الى هذه المرحله من الانجازات، كانت على مستوى العمل، التطوير فيما يخص امكانيات في مجال الاعلام او كناشط مدني في حقوق ذوي الاعاقه وجرحى الجيش العراقي والقوات الامنيه، وايضا في مجال كثير من الدراسه. انا اليوم يعني بعد اكمالي الماجستير اليوم انا طالب في الدكتوراه، وهناك كثير من الافكار، لكن خطوه بعد خطوه، بعد ان تنجز خطوه ما تقول خلاص لا، يعني اكو خطوه اخرى لازم تفكر فيها. ما شاء الله عليك. طيب سيادة العقيد، احنا ايضا حابين نعرف من عندك انه انت كان عندك دور كلش كبير لما كنت مراسل حربي، احنا حابين تحكي لنا على هذه التجربة خاصة. والله هي يعني هذه التجربة واحد قد ما يحكي عليها من مواقف وطنية ومواقف حزينة ومؤلمة صراحة لا يكفي، لكن نتمنى من القنوات الفضائية ان تكون هنالك افلام وقصص وروايات ومسلسلات بحق ابطالنا اللي ضحوا من اجل العراق. شفنا كثير من المشاهد، شفنا حارث السوداني، شفنا اسامه التكريتي، شفنا علي الداوي، شفنا مصطفى العذاري، يعني احنا في كل معركه كنا بهمه وعزيمه واراده وفرحه النصر،
لكن ايضا كان هناك فراق للاحبه، فراق لبعض الاخوه اللي استشهدوا امامنا، وبعض الاخوه اللي تعرضوا الى اصابات بليغه ابعدتهم عن المعركه، اللي فقد رجله، اللي فقد ايده، اللي فقد بصره، وكثير من الحالات شفناها، واللي قدر يتعافى نفسيا وقدر يرجع الى ارض المعركه، واللي تدمر وانتهت حياته بسبب الاعاقه، لربما شلل رباعي، شلل نصفي، لكن هذا امر الله سبحانه وتعالى. المعركه كانت صعبه جدا، لكن قواتنا الامنيه وجيشنا الواسع كان لنا بالمصاد، والحمد لله استطاع ان يحقق نصر كبير بالتعاون. ايضا الشعب العراقي كان له دور كبير، يعني اليوم لولا الظهير الموجود ان الشعب العراقي سندنا في كل مكان، وايضا ابناء البشار والحج الشعبي، كل من حمل السلاح، وليس فقط من حمل السلاح، وانما كان واقفا معنا بالكلمه، حتى لو من خلف الكيبورد كان يسندنا بالكلمات الطيبه، الكلمات السانده، وايضا الاخوان الفنانين اللي كان لهم دور كبير في شحذ الهمم من خلال الاغاني الوطنيه اللي ترفع من الروح المعنويه وتزيد من اراده وعزيمه القاتلين وتزداد من عزيمتهم وارادتهم في المعركه. نعم سياده العقيد، احنا ايش قد ما نحكي ونحس انه شنو اكو مثلا نواقص او شنو احنا محتاجين، ما نقدر نشوفه مثلك، انت شخص عندك ولاء للوطن بشكل عالي، انت برايك العراق شنو يحتاج حتى يصير افضل؟ العراق يحتاج الى الشخص المناسب في المكان المناسب، صراحه في مختصر الكلام، يعني تعرفين الظروف اللي مر عليها العراق، ظروف كبيره، احنا ما نتحدث من 2003 والقادم، لا، العراق يعني انا اشوفه بدا باتجاه الدمار بعد 58، بعد انتهاء الملكيه، وبعد وصول الجمهوريين، طبعا دائما الجمهوريين يقولون انه الملك يورث له ولاولاده ومشلف بالكرسي، ونشوف الجمهوري مشلف بالكرسي اكثر من الملك. فشوف الاحداث اللي صارت بعد 58، بعد انقلاب 58 وانقلاب 43، وايضا انقلاب وبعد ذلك وصول العارفين، وايضا انقلاب 68 وصولا الى 79 اللي هي كانت المرحله الناقله وبدايه انتكاسه العراق صراحه بعد دخوله في حرب 8 سنوات. دخل في كان ميزانيته 4 مليارات، خرج ب 170 مليار مطلوب، اضافه الى المشاكل الاخرى اللي صارت، وايضا دخولنا وغزو للكويت، وايضا الحصار، كل هذه تجمعت بعد احتلال الكويت، عفوا بعد احتلال العراق، سقوط العراق في 2003، بدات يعني هذه كل اثرت على نفسيات المواطن، اثرت على نفسيات الدول الجوار، ايضا كانت لها يعني فرصه لبعض الدول انه تنتج هذه الفرصه، سقوط النظام، وايضا عدم وجود الرقابه وعدم وجود القوه بشكل جيد في 2003، لذلك دخلت ناس ودخلت اشخاص غير مهتمين بالبلد، لكن حاولوا تدمير البلد. لكن انا اعتقد في الوقت الحالي والحكومات بعد ان اصبحت يوم بعد يوم تصبح الحكومه رصينه، تصبح القوات الامنيه تسيطر على الوضع بشكل جيد، خصوصا بعد خلاص الخلاص من داعش وبدايه لمحاربه الفساد، وايضا كحكومه قويه بدينا نلاحظ بعض الاعمار في بغداد الحبيبه، وايضا بعض المحافظات، نتمنى انه هنالك يكون انجاز اكبر وهمه اكبر وهمه عاليه. لا انا دائما اقول لا ندفع اللوم على الحكومه فقط، المواطن، واحنا كمواطنين لنا دور كبير في بناء العراق وفي حفاظ على امنه وسلامته على كل شيء. يعني ابسط شيء، احنا اليوم التجاوزات اللي نشوفها بالبناء، اليوم الشخص يمشي بسيارته يشوف عندامه مرتب وسيارته مرتبه يمشي ويدب القوطيه بالشارع. نعم طبعا سياده العقيد، احنا بهذا اليوم الوطني يعني كلش فرحانين، وحابه اني اعرف من عندك يعني اذا احنا وصفنا العراق بجمله شنو راح يقول، شنو راح توصفه، شنو الجمله اللي راح تقولها؟ ما كنت العراق يعني ايش قد واحد يبدي يوصف العراق معك، انا يعني قريت كل دول اوروبا او امريكا وكل دول العالم والوطن العربي، صدقيني ما في احلى من العراق ولذه العراق غيبة العراق، لكن يرجع احنا شوي نرجع نفسنا وذاتنا وديننا ويرجع العراق افضل. نعم اكيد. سياده العقيد، شلون بدك تشوف روح الشباب اللي بالجيش؟ شنو اختلافهم عن قبل؟ شباب هسه خاصه مثل ما قلنا دائما على هذا التطور اللي يصير والتحولات اللي تصير من فتره الى اخرى. شوف، المؤسسه العسكريه هي مؤسسه الضبط، مؤسسه الضبط والالتزام، لذلك في الوقت الحالي نشوف كثير من الاصوات تتعالى من قبل الاباء والامهات انه رجعوا الجيش الالتزامي،
ليش؟ لان يعني كثير من الشباب اليوم فقدوا، يعني الاباء فقدوا السيطره على ابنائهم من خلال الفتاح الكبير اللي صار صراحه، من خلال كل شيء مباح. في العسكريه هناك ضبط والتزام، الجلوس الصباحي، الرياضه الصباحيه، التزام بتوقيتات العمل، التزام بتوقيتات الطعام، التزام بتوقيتات النوم، تشتغل وترتاح حتى ثاني يوم تضحك تشتغل بصوره جيده. ايضا هناك جانب اخر انه هو السفر، انت اليوم مو محافظتك، تقيم في غير محافظه، راح تتعرف على هذه المحافظه، تتعرف على الناس، على عاداتها، على تقاليدها، اختلاط راح يصير عندك اكبر، راح تتعلم اكثر اشياء كثيره تفيدك في حياتك في مجتمعك. اولا حب التعاون، شلون تكون خدوم في بيتك واسرتك، لان احنا بالعسكريه تعرفين انت 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 اللي تغسل هدومك، انت اللي تكوين، انت اللي تنظف مكانك، انت اللي تحضر طعامك، هذا كله يزيد من قوة شخصية الشاب، يخليه يعتمد على نفسه أكثر وأكثر، يكون فاعل في المجتمع وفي أسرته. نعم طبعا، شكرا لك سيادة العقيد، نورتنا بهذا اليوم الوطني، وإحنا فرحانين جدا بوجودك ويانا اليوم. شكرا لك سيادة العقيد. شكرا لك وتحياتنا.